ما صوت بعد بس اللي يحب بغداد، ما صوت بعد بس للي يحب بغداد، واللي يفزع صدق لو زعمة طبيب، والحن عيتين يفقد الجوعان، مو بس صوتي أنا عيوني راح انطيه، واللي يحكي صدق مو بس شعارات، وقلب أعلى الوطن وبروحه يحميه، واللي عمر صدق ما يهدر أموال، وتضم الوطن وبقلبه يبنيه، بيدي القائمة وبحذر من أختار، أجز الطائفي والجوعان الغير، أن تخدم نزيه وإيدي بيدي الصير، ونشد جرح الوطن وأحلى نسويه، نشد جرح الوطن وأحلى نسويه. أعزائنا المشاهدين، نجدد لقاؤنا معكم في طيبة أهلنا، وناقدكم في جولة وجع جديدة بين الفقراء والمحتاجين والمهمومين الذين يعيشون حياة صعبة قاسية. الإنسان عزيزي المشاهد بناء الله سبحانه وتعالى على الأرض، وله وضع كل شيء من أجل أن يظل هذا الإنسان قيمة عالية، وما المؤسسات إلا وسائل لخدمة هذا الإنسان، فهل فعلا مؤسساتنا حققت هذا الهدف؟ لا نبحث هنا عن إجابة شافية، لكننا نقدم مشاهد لمأساة العوائل العراقية اللي تعيش في أدنى مستويات المعيشة وتقاوم الحاجة والعوز، وهي حتما تصنع شيئا من إجابتنا على السؤال. وستكون جولتنا اليوم مع وجع عائلتين من أبناء شعبنا، الأولى من الموصل والثانية من ديالى. راح نشوف عمق الألم والحياة القاسية اللي تعيشها هاي العائلات بلا متابعة ولا عناية أي جهة أو مؤسسة، يعني في أماكن منسية. تعالوا معنا والوجع الإنساني في طيبة أهلنا. خمس سنين وإحنا نركض ورا الحكومة، أريد مال أرامل راتب حتى نعيش من عنده، ما صارت هاي الشيء. يوم يشتغل 10 بطالة والله حتى ما عدنا لقمة ناكلها. أعزائنا المشاهدين، معنا اليوم عائلة من الموصل تعيش مأساة حقيقية، تتألف من أب وأم وأطفال 4، ولدين وبنتين، وهي تسكن في حديقة لا خدمات ولا كهرباء ولا ماء، فقط سقف يعزلها عن الناس. كان الأب عنده راتب بسيط اللي هو 110,000 دينار، انقطع هذا الراتب عنه، راجع دوائر ومؤسسات ولكن بدون فائدة. والمشكلة عندهم أطفال 2 بالمدرسة، ومع أن هذا البيت المتهالك في حديقة فقط به حائط، كلما ينهار هذا الحائط يعيد الأب بناؤه، إلا أن الدولة تعتبر هذا البيت هو تجاوز. فأي مأساة هاي؟ وأين الحكومات المحلية من هؤلاء العوائل؟ أشتغل عامل، يعني يوم أكو يوم 10 ما أكو، أروح الصباح الساعة 6 أرجع بالثنتين بالثلاثة، وما يعني حالتي تعبانة. فد مرة عندي 4 أطفال، ولدين وبنتين، وأنا المرة 6، تعبانة حالتي فد مرة تعبانة. هاي المكان شلون قاعد بيتك هذا؟ لا والله ما قاعد، جينا وعمرنا بيها وقعدنا سوا. تجاوز يعني؟ اي تجاوز تقريبا. والله احنا طلعنا لها اسم المنسية. اي نعم. منسية ما حد يعني يجي عليها، يعني يتردد عليها، لا من الحكومة، يعني من هاي جهات، ما حد جاء قال انتو ايش عندكم، ايش ناقصكم، ايش هاي، ابد ما ولا مسؤول، ابد ولا مسؤول. كهرباء؟ والله كهرباء هم نشطن. تجاوز؟ تم تجاوز. نعم. حارة اكيد المطر. والله حارة مكان هل اشوفه، يعني حارة خاصة بالصيف، حارة ما معلوم ايش يطلع لك من هالقاع، عقارب هالحيات هالدبيب ما معلوم.
يعني حاره بشكل حار. والله حالتي فد مره تعبانه فد مره على تعبانه هذي. أعزائي المشاهدين، يقول أحد الحكماء: من يفعل الخير للآخرين فإنه يبني لنفسه خيرا. ونحن هنا من أجل هؤلاء المتعبين في بلد الكلوز، لا نقدم صور لتتفرجوا عليها، ولكن لنقوم بدورنا معهم ولنحقق لهم الأمل في بلوغ حياة جديدة، ولا ندع اليأس يستولي عليهم، فهم أهلنا ويعز علينا أن نشاهدهم بهذا البؤس. خلينا نستمع الأم تتحدث بكل هذا الوجع. حالتنا واقعة فرد مرة. زلمتي يوم يشتغلوا 10 بطال وما عدنا، عدنا 4 جهال. المعيشة هاي ما عدنا، هي ما زلمتي ما يشتغل، ما عدنا كل شيء، لا مسواق لا شيء. والله حالتنا فرد مرة واقعة. نحنا قاعدين بهاي الجرية، بالصيف متبهدلين، بالشتاء متبهدلين، بس نقول الحمد لله. أي والله، لا والله تجاوز ما قاعدنا. جاء الراعي القاع يقول بدنا نطلعكم، وش نسوي؟ نقول الحمد لله. والله يريد يطلعنا حتى من القاع، وين احنا نروح؟ نروح بالكراوي؟ وزلمتي بطال يوم يشتغل 10 بطال، والله حتى ما عدنا لقمه ناكلها. قران البحر رحت عند اهلي وديت ولادي ورحت، بس اسوي هي المعيشه هذه؟ نقول الحمد لله. وزلمتي ما عنده، لا والله ما جانا، ما حد ما يجينا ولا يسأل علينا. هنا عبالك نحن منسيين تمام، لا مي لا كهرب، كل شيء حصر علينا. المي بارد، نحن والله أخذ من الجوارين مي بارد، أفتر على بيتي يعطوني المي بارد، مبرية والجهالي بر، ما عدنا نحن رشدي بطال وقاعد. نقول الحمد لله على، لا والله ما عندي لا ثلاجة لا كل شيء، ما عندي بس يسأل. لا والله ما يشتغل هذا بصف ثالث، ايش يشتغل هذا؟ لا والله ما عندنا، كان عنده راتب وقطعوه، يقولوا له مبار ما تجي وفشني قطعوه. والله هسه يروح على المعمل مال الغسل يشتغل غادي، يا يشتغل يا ما يشتغل. إذا اشتغل حسبوا له يومية 7000 8000، هاي يومية مال العامل. خلي يضحكون المسؤولين علينا عجل نحنا. والله مبهدلين، والله لو ما سقفونا نحنا مبهدلين. كنت أخلي الطاسة وأخلي الجدر وتخر علينا هاي البيتونة. أي والله خيرين، ما خير عليكم. هم جاوا سقفونا، شافوا حالتنا واقعة، جاوا سقفونا وطلعوا. خلف الله عليهم وعليكم. والله اي والله، غرفة واحدة وحمامية، حمام وهي مطبخ، يعني ما تقول حتى بلوك طين غرفتنا. يا ابو والله معانا بغرفة واحدة، شو نسوي؟ ما عنده ودي يبنينا غرفة بلوك، ايش اسوي؟ هاي المعيشة مالتنا نحن، بس ايش نقول؟ نقول الحمد لله، ما نقول غير شيء. الله كريم، الله يسهل ان شاء الله. والله متجاوزين ساحبين من هنا من البوري، شو نسوي؟ ما عدنا مي، شو نسوي؟ متجاوزين اي والله، هم ساحبين هم متجاوزين، ما عدنا كهرباء، يعني لا كهرب لا مي لا كل شيء ما عدنا. الله ناشدهم يساعدون هالفقراء. يعني ايام الصيف نتبهدل، اللي نقول على الوايج الشتاء، من يجي الشتاء نقول على الوالا يجي الشتاء. وجماعة ذول الفلاليح ما فلاليح يدعون من الله تمطر، احنا ندعي من الله لا تمطر ولا نشوف النقطة. نتبهدل يعني، عندي غرفة واحدة هي حمام هي وتخرمة، يعني على متبهدلين حيل متبهدلين. وشغل يعني شغل
يوم اشتغل 10 بطال، يعني 7000 يوم يتعامل. خلي لا 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 راجعنا مسؤول، لا من الحكومه راجعتنا ابد على هالمنطقه، ما حد جاء. يعني تمام اسمها منسيه واحنا سميناها منسيه، ويعني ما نريد كل شيء، نريد بس خدمات، نطالب بخدمات حقوقنا. يعني ابسط شيء حقوقك انت كمواطن عراقي، عندك نفط، يعني بهاي النفط ما تقدر يعني تعمر الناس التعبانه، ما عمر لها خص انطيها قيعان هي تعمر، اخصص لها رواتب. هاي يعني ما بس انا، حالتي وحاله هل يعني هالمواطنين، داير مدارتي كلها حالتها تعبانه، يعني بشكل تعبانه، يعني حق كيلو طماطه ما عنده. وهكذا يعاني الإنسان من هم إلى هم، ومن قضية متعبة إلى قضية ثانية أشد تعباً. العوائل تقاوم تقلبات الدنيا وقسوة الحياة ومتاعب العيش، والمطلوب قليل وهو جزء من الحق الطبيعي لأبسط مواطن. فكيف ولماذا يحدث هذا الأمر؟ لماذا يعاني أبناء الشعب وهم في بلد الكنوز؟ ولماذا تحدث هذه المتاعب لمواطنين لا ذنب لهم سوى التحمل والصبر على المعاناة؟ ومن جولتنا مع عائلة الموصل المسكينة إلى جولة أخرى في محافظة ديالى، ومع عائلة فقدت معيلها فجأة، فهو عامل في البناء، يعمل على كسب أجره اليومي، يذهب من الصبح ويعود لهم بالليل، لكنه سقط فجأة وفقد الحياة. فهو لا يشكو الألم حتى لو أحس به، وهو لا يقعد عن العمل حتى لو أحس بتعب الدنيا، كما أنه لا ضمان له إلا في العمل الشاق. وهكذا توفى وظلت عائلته في غيمة حزن دائم وفي عوز وحاجة ووجع شديد. أرملة وأربع أطفال، منهم طفلة معاقة تحتاج العلاج دائم، وصبية بعمر الورد تركت الدراسة رغم تفوقها وجلست في البيت تعاني وتئن. فيما ذهب الطفل الذي أحس بثقل الحياة عليهم يبيع العلاليك ويحاول توفير ولو جزء بسيط من متطلبات العائلة، وكذلك يسعى الجيران لمساعدتهم. تعالوا معنا مع هذه العائلة العراقية من ديالى. نعيمة مهدي شكور، أنا أم حيدر. يقولوا لي يعني هاي ظروفنا، عايشين هنا يعني معسكر سعد، يعني مو ملك، وعايشين على العالم. أبو الجهال توفى صار سنين، يعني ملينا، يعني ما يعني صعب، يعني معيشة صعب صار عندنا. يعني عندنا جهال، أربع جهال عندي، إحنا بخمسة، خمس نفر، والله عاشين على العالم على الله. ايه هاي هم عندي هاي مرض، يعني هاي بنية مريضة مغولة، يعني هم يحتاج علاج، يعني صار فترة انا ما عندي. البنت مريضة، يعني ما اقدر، يعني ما اريد مادة، يريد مادة يعني فلوس يريد، ما عندي انا. يعني صار فترة يعني على هم ملة وهم، يعني فترة يعني جيبوا لنا كل رمضان، يعني هاي الفترة عايشين. والله زين، والله حياتنا زين، ما محتاجين كنا، يعني هي تأبت، لا عدنا قهر، لا عدنا مشكلة، لا عدنا يعني من راحة دمرنا احنا، يعني حيل دمرنا. والله كان زين، هو خوش آدمي، هو كان زين والله، يعني ليل ونهار يعني يشتغل، من الصبح يطلع عصر يجي على البيت. فجأة قالوا مات، ليش مات ما ندري، يعني توفى، يعني سكت أبد، ما عرفنا يعني شنو المرض، شنو ليش، ما عرفنا والله. يعني صبح طلع من البيت كل شيء ما أبي،
جاني خبر قال توفى برا واقع بالسوق. والله مو زين. ايه يعني صارت حياتنا يعني فردنوب، يعني انتهينا فردنوب، يعني بدايتها غير فردنوب انتهينا. يعني انا عن صار عندي ضغط، صارت عندي ذبحه، يعني صارت عندي كل شيء مرض صارت عندي هسه. يعني يوم ويوم انا وقع يعني من القهر، يعني الجهال أربعة ظلت برقبتي. ايه يعني الأربعة هم يعني هذه شخو بطلتها من المدرسة الكبيرة ثالث متوسطة، يعني ما عندي ثلاث خط يعني توديها وتجيبها، أنا ما بيها حلا وديها وتجيبها، يعني طريقها بعيد. زين زين هسه زين، ها ابن راضي بطل من المدرسة بالسادس قطية، قال اروح ابيع على لي يعني بالسوق مثل العالم، شلون يبيعون ابوهم ماكو؟ قلت لا ابني الله كريم، روح على دراستك والله كريم، الله ارحم الراحم. عزيزي المشاهد، تعيش هذه العائله مصير مجهول، حياتها صعبه واطفالها يتحدثون بصدق وعفويه وطفوله ضايعه في مواجع الدنيا، يتحدثون عن سكن في غرف كانت مأوى للجيش وهو معسكر سعد الذي كان مكانا للجنود، لتأتي عائلات مظلومة وناس منكوبة ويسكنون في هذا الموقع الذي لا يصلح للسكن. الطفلة فاطمة تتحدث بألم ووجع عن حياتهم وسكنهم المهدد دائما، تقول نحن مو مثل الناس وكل أحلامنا تبددت، فالأم لا تريد أن يعاني أبنائها ولكنهم يستطيعون تحمل حياتهم وعطف الجيران وعمل الطفل حيدر لتوفير القليل القليل من متطلبات الحياة. نستمع إلى حديث هذه البنت التي تطلق مواجع إنسانية شديدة الألم. فاطمة عدنان وأسكن معسكر سعد، ويا ريت هو يتسمى سكن، هو للحكومة يعني بأي لحظة يقولون لنا شيلوا ريده هذا البيت. وأني كان عندي حلم إني أكبر وأراعي أهلي وأداريهم، وعندي حلم مثل أي بنية تحلم من تكبر شو تصير، لكن كل شي انقلب عكس. يعني من يوم اللي توفى بابا كل شي انقلب، إحنا صرنا ما محسوبين مثل كل الناس محسوبة. يعني إذا شفت أحد ويا أبو ويعامله تعامل مو زين أو يعاند وياه أنقهر، أقول أني أبوي خسرته، ولو عرف بقيمة الأب مثل ما هو يعرفها كان لزم كلام أبو وعامله أحسن من هالتعامل اللي أكو هسه. هواية جهال ما يعاملون أهلهم مثل ما إحنا حسينا بغربة الأب وشلون فقدنا أبونا صدفة. كان كل شي ما بي، لا يقول مريض لا يقول تعبان، اشتغل بالسوق ويشتغل حمال بس حتى يجيب لنا اللقمة اللي ناكلها. لكن بعد ما توفى ما لقينا أحد يراعينا ويدارينا مثل ما هو يدارينا. صحيح العالم الساعد لكن كم دوب الساعد، ناس مرة الساعد أكو ناس هالوقت ما الساعد، يعني يبزعون كم مرة يدارونا. طبعا أني تركت المدرسة لأن مصروف ما يكفي، كنت أحلم أكمل مدرستي وأتوظف مثل كل البنات اللي يحلمون يتوظفون، لكن ما صار هذا الشيء لأن أبوي توفى. هو الوحيد كان يقريني، أنا كنت ما أفتهم بالرياضيات كلش، كان يقريني هو، من راح بعد ماكو أحد يقريني فخرب واسي بكل الدراسة. لكن حاولت أني أنجح وأعيش وأعيش أهلي لكن ما تحقق هذا الشيء كله بسبب المعيشة والمصاريف. طبعا احنا بوقت بابا كنا عايشين احسن من هاي العيشه، لكن من جينا هنايا يعني ما حسينا بالعيشه اللي تعيشها كل البنات او كل العالم مثل ما يعيشوها. بالشتاء وبالمطر لا تسال، لازم نقعد بنص المي. حاولنا اكثر من مره نسوي لكن ما حد يساعدنا، هاي الجوامين ولا واحد منهم شال تنكه تراب حتى يذب على السطح ما يخور بعد، ما حد يساعد. وهذا اخويا اصغر واحد بينا، يعني شو يسوي بالله، يلحق على دراسته لو يلحق يسوي شغلات البيت.
بالنسبة إلي أنا أتمنى حياتنا تتغير ونعيش بأحسن حالة من هالحالة هسه اللي عايشيها إحنا. طبعاً كل هذا البيت والشغلات اللي بي كلها من وقت بابا، يعني من يوم اللي مات لحد هسه 5 سنين كل شيء ما تغير بي. أنا أحلم إني أطلع وأشوف الدنيا، من يوم اللي صرت بالمدرسة ما شايفة شيء غير إني أروح على المدرسة وأرجع على البيت، وما شايفة أحد من هالدنيا، مو مثل كل البنات اللي يطلعون ويفرحون. صار لي 5 سنين ما شايفة مدية ألعاب شنو، ولا رايحة ولا يعني لعبة مثلهم، ولا شايفة مرجوحة شنو. حياتي ما شفت هالشي. بوقت بابا صحيح كان إلنا هذا الشي، لكن هسه ماكو أحد يسوي. يعني إحنا بس نسوان وعندنا أصغر أخ، إذا طلعنا عيون الناس أبد ما ترحم. إذا شافونا وحدنا يعني من يودينا من يجيبنا؟ يعني ما تهنينا أبد بحياتنا. أعتقد لو إحنا تهنينا مثل كل العالم كان ما فكرنا. بس يعني اللي يشوف حالتنا هسه يمكن عباله احنا دا نكذب، او هي هاي حالتنا واحنا اللي ما مهتمين بيها، او مثل اي ناس تقول احنا فقرة وهم بالحقيقة عندهم اشكال. لكن يا صحيح هاي هي حالتنا. احنا 4، لو عندنا اخ كبير كان قلنا هو اشتغل وجا دارانا ويساعدنا، لكن ما عندنا هذا الشيء. ما صار. احنا 3 بنات وولد، يعني أقصى شيء أنه ما يكون عندك أخ كبير وما يكون عندك أحد يسأل عليك. عندنا أخوال، عندنا أعمام، لكن كلهم عايشين، ما واحد بيهم فد يوم دق تليفون وقال شو تسوون ما تسوون، شو محتاجين ما محتاجين. ما حد بيهم يسأل، ما حد ينفع أحد بهاي الدنيا. لو كل الناس تحس بالناس شو يحتاجون ما يحتاجون، أكيد كان العالم تغير. 5 سنين واحنا نركض ورا الحكومة، اريد مال ارامل راتب حتى نعيش من عنده، ما صارت هاي الشيء. لا هم يقولون ما نسوي لكم، ولا هم يقولون نسوي لكم. لو مرة مضيعين يعني المعاملة، لو مرة ما يسوون ناقصة شيء، ما يقولون فد شيء نريده هذا كله حتى نكملها وندزها وتفض هالشغلة. 5 سنوات من يصدق وحدة تسوي راتب ارامل حتى تداري جهالها 5 سنوات تركض؟ ما يصير. يعني هذا صار شهرين يمكن من فات أخذنا أول راتب، يعني يصير هذا الشيء؟ طبعا الناس اللي تساعد ما هواي تساعد، والحكومة هم تداري كم مرة جو هنا لجنة على أساس يساعدون ويكتبون أسامينا، وبالهبل يكتبون أسامينا، يعني ياهو اللي يجي ياخذ اسمنا. لكن يعني وين تروح المساعدات اللي دزوها على أساس إلنا؟ أكيد هم ياخذوها، ما معقول يدزوها إلنا. يعني أنا أتمنى أحد يساعدنا ويدارينا، أو بس يسأل شلونكم، مش تأكلون شو تشربون، حايرين إحنا شو نسوي. ماكو شخص كل شيء يريد يأكله يلقاه قدامه. يعني صحيح إحنا مرات نفسنا بشيء، لكن هذا الشيء ما يصير. يعني إحنا بالقوة هنا، يا أكو يعني هنا جوارينا يبيع مسواق، هو ينطينا، هو يساعدنا يعني ينطينا مسواق. لكن هو من ينطينا يعني احنا قم نستحي نروح نطلب من عنده فتشي، نقول هو يساعدنا وينطينا شيء ببلاش احنا نروح نطلب من عنده هذا الشيء؟ ما يصير. نستحي احنا من نفسنا، ما نقدر نطلب بعد شيء اكثر. يعني مرات اذا بالنا برتقال نقول لا اليوم ما ناخذ برتقال، لان يعني انطانا هو مثلا بصل، ما يصير احنا نروح نطلب هذا الشيء من عنده. يعني فوق ما الناس تساعدنا، لكن مساعدة مو كافية. ماكو شخص إذا ما يشتغل بإيده ويروح يجيب كل شيء هو يريده ويلقى هالمساعدة، يعني ياخذها بدون ما يحتاج أحد أو يستحي من أحد. صعبة إنك تلقى أحد يساعدك وتطلب من عنده أنت شيء أزيد. أتمنى أحد يعني يسمع كلامنا ويساعدنا، ومو عباله إنه إحنا دا نحكي هذا الحكي مو من كل قلبنا، أو مثلا إحنا دا نكذب، أو إحنا عدنا، أو عندنا مثلا أحد يسأل علينا لكن ندور أزيد. لا، إحنا صدق ما عندنا أحد. إحنا لو عندنا أحد أكيد كان ما طلبنا هذا الشيء، ولا طلبنا أحد يسمع حكينا. يعني حرام أني كبنية كطفلة أو كبنت مثل أي بنية تحلم تكون إلها حلم، إلها بيت أحسن من هذا البيت، الكل شتى حايرين وين نروح، بيام مكان نقعد من هذا البيت حتى ما تمطر علينا. يعني ضاع كل حلمنا إحنا، ضاع حلمنا مثل أي طفل أو كأي بنية عندها حلم. يعني من يرضاها 5 سنين أنت ما شايف دنيا، أو 5 سنين بحياتك ما ركبت مرجوحة، ما ضقت طعم العيد شنو؟ يصير هذا الشيء؟ يعني لو مرة واحدة نقضي العيد وفرحة يمكن إحنا عشناها ملوك بهاي الدنيا. صعبة ما تلقى عيد بحياتك. إحنا العيد ماكو شيء يمنه، يعني من كثر الهموم اللي براسنا
ومن كثر ما نشوف القهر وعيشتنا حتى العيد ضاع من عندنا. أعزائي المشاهدين، سيكون معنا بعد الفاصل ضيفنا الدكتور سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، يشاهد معنا عائلات عراقية تعاني الأزمات والمصاعب. وانضم لنا بعد الفاصل النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي. أهلا وسهلا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ حديثنا خلينا نشاهد هذه الحالة. اشتغل عامل يعني يوم اكو يوم عشرة ما اكو، اروح الصباح ساعة ستة ارجع بالثنتين بالثلاثة، وما يعني حالتي تعبانة. فد مرة عندي 4 أطفال ولدين وبنتين وانا والمرة 6، تعبانة حالتي فد مرة تعبانة. المعيشة هاي ما عدنا، هي ما زلمتي ما يشتغل، ما عدنا كل شيء، لا مسواق لا شيء، والله حالتنا فرد مرة واقعنا. احنا قاعدين بهاي الجرية بالصيف متبهدلين، بالشتاء متبهدلين، بس نسوي نقول الحمد لله. اي والله لا والله تجاوز ما قاعدنا، جاء الراعي القاع يقول بدنا نطلعكم، وش نسوي نقول الحمد لله. والله يريد يطلعنا حتى من القاع، وين احنا نروح؟ نروح بالكراوي؟ وزلمتي بطال يوم يشتغل 10 بطالة، والله حتى ما عدنا لقمة ناكلها. قران البحر رحت عند أهلي وديت وإلادي ورحت، بس زوية المعيشة هذه نقول الحمد لله. وبرز نمتي ما عنده. لا والله ما جانا، ما حد ما يجينا ولا يسأل علينا، هنا عبالك نحن منسيين تمام. لا مي لا كهرب، كل شيء حصر علينا. المي بارد نحن، والله اخذ من الجوارين مي بارد، افتر على بيتي ينطوني المي بارد. مبرية والجهالي بر ما عدنا نحن، رشدي بطال وقاعد. كتر روح الالم والضيم عاش وياي، كتر روح الالم والضيم عاش وياي، حلك شامت علج دهر انا سواني، دنيا تريد منه حيل ما ظل حيل، وعم عيون الزمن ما شوف خلاني. دنيا تريد منه حيل ما ظل حيل، وعم عيون الزمن ما شوف خلاني. ورغم كل الالم والعوز والاهات ما قصر ابد لو ردت تنخاني، خير الدنيا غطى وشمل كل الكون، بس صاير هدف لسهام جيراني. أظل شامخ عزيز وما أطخ يوم، ورغم كل الجروح بخير تلقاني، عراق أنا الزمن يعرفني كل الزين، العالم يحترق لو أثار بركاني، العالم يحترق لو أثار بركاني. شاهدت معنا هذه الحالة سيادة النائب، حالة عائلة عراقية، وهي حالة من عدة حالات موجودة بمجتمعنا هذا اليوم. يعني ما شاء الله الفقر متوزع بأنحاء العراق، في كل محافظة توجد عدد كبير من العوائل المحتاجة العوز، الفقر، التجاوز. أريد أعرف أنتم كلجنة حقوق إنسان في البرلمان العراقي شنو قدمتم لهذه العوائل، يعني شنو اللي قدرتوا أنه تسووه لهذه العوائل المحتاجة اللي تعول عليكم هواية، اللي انتخبتكم وقعدتكم على الكراسي، مثل ما سمعت هذا الرجل البسيط الفقير اللي يتحدث بهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييكم على هذا البرنامج اللي يلامس معاناة وهموم الناس. طبعا هذه حالة من حالات عديدة موجودة، حتى نكون واقعيين، تتمثل بوجود عوائل فقيرة أحيانا متجاوزة، أحيانا إمكانياتها للمعيشة صعبة تمشي يوم بيومه، وهي تحتاج إلى حلول جذرية، يعني مو حلول
مؤقتة ولا حلول لحالات خاصة يعني اللي استطاع أن يظهر ويتحدث واللي نعم. واللي ما استطاع أن يظهر أو ما أتيحت إلى الفرصة أيضا كثير موجودين. حالات كثيرة تأتينا كلجنة، سابقا كانت أكو لجنة شكاوى ألغيت، واليوم كل الشكاوى تقدم إلى مجلس النواب تتجه عنا وإحنا نشوف مثل هيج مسائل، وبالذات أغلب الحالات كانت تركز على حالة الفقر والعوز. نعم. حتى أكون واضح، البرلمان عنده تخصيصات منافع اجتماعية أحيانا تعطى لأصحاب العوز والحاجة، لكن نحن سمعنا سيادة النائب أنه هذه المخصصات تعطى لأقارب المسؤولين، لأقارب الناس اللي تجي عنده واسطة قوية من حزب يعني أو من جهة معينة داخل البرلمان يقدر يأخذ هذه المنافع، واللي ما عنده له الله مثل ما شاهد هذه العوائل. هي مو قضية محاسبة، يعني حتى احنا نعالج مشكلة موجودة، اللي عنده اليوم قدرة على أن يوصل صوته طبعا راح تكون فرصته أوسع وأكبر من غيره بطبيعة الحال، هذا أمر وارد. ولكن أنا ميال إلى لما نتحدث عن منافع اجتماعية مدى نقول بمنية وفضل أن البرلمان دا ينطي أو النائب أو المسؤول الفلاني دا ينطي أو كذا، لا هذا جزء من التزام. لكن المنافع دكتور هي راتب شهري؟ لا لا، هو هي تخصيصات، هي تخصيصات ضمن الموازنة توضع تحت تصرف هيئة الرئاسة للحالات الإنسانية المرضية، أحيانا الحالات اللي يصير ضحايا الإرهاب، حالات يعني المصابين جرى عمليات إرهابية معينة، وبعضها يكون بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية، يعني هي مخصصة لهذا الجانب. احنا حالة الفيضانات اللي تمت، الإشكاليات اللي حصلت بالحويجة في بعضها، لكن في مثل هذه الحالة بصراحة مرة أخرى أنا ويا الحل الشامل، يعني مثلا الشخص اللي يتحدث وهو رب الأسرة، أنا ألاحظ يعني إمكاني بعد الشاب إمكانياته قد تأهله أن يباشر لوظيفة. وين الوظائف؟ السؤال هنا يجي، كيف يمكن أن نيسر إلى أمر الحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وكفاءته؟ مثلا يجوز ما عنده شهادة، أكو وظائف حارس أو عقود في وزارة ما أو غير ذلك، طبعا هذه النقطة الأساسية. اثنين القطاع الخاص وإمكانية استيعاب طاقاتهم، يعني صعبة لما أنا أسمع مثلا هذه العائلة بهذا العدد وطلاب طبعا ومتطلبات معيشة وقضية المهمة متوفرة وحتى بيوتهم مهددة بأي لحظة ممكن. هو مو بيت تجاوز، هو قاعد يعني في محل إقامتهم. أنا فعلا الخرق كبير، يعني الإشكالية كبيرة، وإمكانيات مادية أيضا موجودة، يعني لما نتحدث عن موازنة 120 مليار دولار يعني هائلة. يعني كان المفروض اليوم أن المواطن العراقي في أنحاء العراق كافة أنه ما يشعر بهاي الحالات الفقر والعوز والمرض بسبب الميزانية الانفجارية اللي موجودة الآن. تماما، أنا أعتقد أنه إمكانية استغلال الأموال بالطريقة اللي تغطي الفقر والعوز، يعني هذه مسؤولية، أعتقد مسؤولية جماعية، مسؤولية الحكومة والبرلمان. وفعلا لما نتحدث عن فقراء ولما نتحدث عن محتاجين طبقة ليست قليلة، طبقة تمثل دون خط الفقر العراق، احنا في المؤشرات اللي وصلت لنا يمثل نسبة كبيرة بهذا الاتجاه. طيب من المسؤول عن هذا؟ الكل بكل صراحة. اولا لما نتحدث عن البرلمان في تشريع قانون الضمان الاجتماعي، وبالمناسبة يعني يجوز احنا ما متحدثين عنه، هذه اليوم احنا على وشك ان ننتهي من صياغته. انا اعتقد اذا وجد قانون ضمان اجتماعي راح يعطي لكل عائلة، شنو مفهومه؟ مفهوم العائلة اللي ما لها دخل يوفر للدخل. نعم. ما عندها سكن يعطى إما بدل سكن. اللي موجود في أوروبا بالضبط. وفي أمريكا بالضبط. وفي العالم. وأيضا قانون التقاعد الموحد اللي هو المفروض أيضا أن يعطى حتى يحدث نوع من التوازن بالطبقات الاجتماعية، ماكو فوارق. قوانين لها ارتباط ببنية الدولة، تركز على الإنسان. نعم. كإنسان تتعامل وياه وفق حاجاته الضرورية، متطلبات معيشته، مو بس الحق في أن يكون الحق في الحياة، في العيش الكريم مثل ما يسمون، في أن يعبر عن رأيه، في أن يسكن في مكان يتلائم مع وضعه وبيئته يعني الأبناء. سيادة النائب خلينا نأخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا. مشاهدينا فاصل ونعود لكم.
أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع ضيفي النائب سليم الجبوري. أهلا وسهلا بك سيادة النائب. خلينا نشاهد هذه الحالة الثانية وأيضا نرجع نكمل حديثنا. هاي ظروفنا عايشين هنا يعني معسكر معسكر سعد يعني مو ملك وعايشين على العالم. أبو الجهال توفى صار سنين يعني يعني ملينا يعني يعني ما يعني صعب يعني معيشة صعب صار عندنا يعني عندنا جهال 4 جهال عندي إحنا بخمسة 5 نفر والله عايشين على العالم على الله. يعني من يوم اللي توفى بابا كل شيء انقلب، احنا صرنا ما محسوبين مثل كل الناس محسوب. احنا 4 لو عندنا اخ كبير كان قلنا هو اشتغل وجا دارانا ويساعدنا، لكن ما عندنا هذا الشيء ما صار. احنا 3 بنات وولد، يعني اقصى شيء انه ما يكون عندك اخ كبير وما يكون عندك احد يسال عليك. اتمنى احد يعني يسمع كلامنا ويساعدنا، ومو عباله انه احنا دا نحكي هذا الحكي مو من كل قلبنا، او مثلا احنا دا نكذب، او احنا عدنا او عدنا مثلا احد يسال علينا لكن ندور ازيد. لا احنا صدق ما عدنا احد، احنا لو عدنا احد اكيد كان ما طلبنا هذا الشيء ولا طلبنا احد يسمع حكينا. يعني حرام اني كبنيه كطفله او كبنت مثل اي بنيه تحلم تكون لها حلم لها بيت احسن من هذا البيت. الكل شتا حايرين وين نروح بيام مكان نقعد من هذا البيت حتى ما تمطر علينا، يعني ضاع كل حلمنا احنا. فقرة وبسطين بسوق الأحزان، فقرة وبسطين بسوق الأحزان، نبيع أفراحنا ونشتري الدمعات، نجر النفس قوة وإحنا عدلين، عشنا بوضع يشبه وضع الأموات. هاي هدومنا ما الأول العام، ونغشنا رواحنا نقلها جديدات، ما نحلم بفيلا وقصر وموال، مثل نحلامنا كلش فقيرات، نحلم ما يمر بطفاننا الجوع، ومثلنا هم يعيشون المعاناة، ما نذكر يمرنا الفرح فد يوم، احنا بلا غدا وبلا عشنبات. يا قانون الغي فقرة الجوع، شو وقت يشملنا قانون المساواة؟ شو وقت يشملنا قانون المساواة؟ يا قانون ألغي فقرة الجوع. ما يعني حالات مأساوية العوائل العراقية. هذه هاي معسكر سعد، أنا أشهد بأنه فعلا حالاتهم حالة يرثى لها، وهي مئات العوائل الموجودة نازحة من مناطق مختلفة ولقت، بل هم حتى أنا أقول هسه هم مهددين في أن يسحبون منهم الأرض بحكم مساعي بعض الوزارات الموجودة. هو حالات إنسانية فعلا تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى مدارات، ويعني الكثير من العوائل من هذا القبيل. لكن هي كانت تركز على نقطة مهمة، يعني لما حلم الطفولة تتحدث عن كونها طفلة وتتحدث عن كونهن بنات، تتحدث عن عدم وجود معيل وعدم وجود راعي لوضعهم، هذا أمر صعب، أمر صعب جدا. سيادة النائب، قانون يلغي فقرة الجوع مثل ما سمعنا الشاعر أسعد ويتحدث عنها، متى يشعر المواطن العراقي راح البرلمان العراقي والسياسيين يسنون هذا القانون، قانون يلغي فقرة الجوع من كل عراقي، ما يبقى عندنا هاي الحالات، متى؟ هذا ممكن، يعني هي مو يعني بهال أنا قلت لحضرتك القانون الضمان الاجتماعي كفيل. قانون الضمان الاجتماعي سيادة النائب إذا تحدث عنه شيء مهزل، يعني
125 ألف لكل عائلة، لنفرض هاي 125 ألف راحت لهاي العائلة، شنو اللي سوي بيها؟ تدفع إيجار، تعيش عائلتها، أولاً حقق أحلام أطفالها. أولاً هو شنو مفهوم الجوع؟ يعني أكو متطلبات أساسية، أكو حد أدنى، أكو حد أدنى لما يشعر إنسان أن هناك مواساة مجتمع له، لما يشعر أن هناك تضامن موجود من الكل، مو يشعر أن هناك وحدة موجود وهو اللي قاسي ويعاني ومرارة وشظف العيش، هذا هو الأساس الموجود. أما أنه بزر ممكن يقوم به أو بعصا سحرية الحكومة أو البرلمان حتى تلغي هاي الفقرة، أنا ما يعني هذا يعني شيء تعجيزي، هذا شيء تعجيزي. 10 سنين سيادة النائب وأنت رئيس اليوم لرئيس لجنة حقوق الإنسان، يعني 10 سنين المواطن العراقي لحد مدى هذا اليوم مدى العوائل بنفس الحالة ما تغير شيء عنها. مدى أدافع عن الآخرين وأخطائهم، عن الحكومات المتعاقبة وأخطائها، عن البرلمان وسياسته، هذا أكبر جريمة ارتكبت لما نجي نتحدث. وأنا اللي ذكرت ميزانية عالية وإمكانيات هائلة يمكن توازي إمكانيات 5-6 دول، نعم. ونجد مثل هاي الحالات الموجودة عندنا إلى حد اليوم في محافظات عديدة، وهذه المحافظات تحتاج إلى إمكانيات أو رعاية أكبر ما هو موجود. ما وأرجو أن لا تخليني في مكان المدافع عن تبرير أخطاء، الأخطاء موجودة أنا دا أذكرها حتى أجي أقول الجوع لازم يستمر. أنا ما دا أقول هذا الشيء، أنا دا أقول أن الناس فعلا من حقها، ومن حقها أن تعيش حياتها بشكل طبيعي مثل ما سمعنا الآن، والفساد المستشري والطبقية العالية كلها نخرت المجتمع وأثرت بشكل كبير على وجوده، وهي تحتاج إلى عزيمة كبيرة، وهذه مسؤوليتنا. وهذا هدف برنامجنا سيادة النائب، هو التكافل الاجتماعي، علينا أنه نوحد جهودنا حتى نساعد هذه العوائل ولو شيء جزء بسيط من احتياجاتهم. هذا اليوم راح أجرد السيد النائب سليم الجبوري عن نائب ورئيس لجنة حقوق الإنسان وانتمائه لجهة أو حزب أو القائمة العراقية. هذا اليوم راح أتكلم وياك الرجل العراقي، رجل أبو الغيرة، إيش قد يقدر يتبرع للفقرة والمحتاجين؟ البرنامج طيبة أهلنا يقدر يتبرع براتبه لشهر واحد لهالناس الفقرة والمحتاجين من خلال برنامج طيبة أهلنا؟ يعني مثل هيج حالة أنا وهي دي تتحدث هذول الحالتين، وأيضا عندنا حالات أخرى سيادة النائب، مثل هيج حالات لا بأس. يعني ضمن مبدأ أنا مؤمن به، عائلتين أو ثلاثة من الممكن أن يصرف لهم رواتب على طول فترة الكون نائب، ومن خلالكم يمكن أن يعطى لهم هذا المبلغ. أنا أريد هذا اليوم إيش قد تقدر تتبرع بعيدا عن الرواتب وبعيدا عن العوائل الثلاثة. هذا اليوم نحتاج مبلغ مالي للعوائل والفقراء من خلال برنامج طيبة أهلنا، وهذا المبلغ راح يروح للعوائل الفقراء والمحتاجة. إيش قد راح تتبرع هذا اليوم بعيدا عن يعني هو ما رئيس لجنة حقوق الإنسان والنائب؟ هذا اليوم أتكلم وياك كرجل عراقي، يعني هي حل تصير مراءاة قدام الناس، وكأنه الواحد يعني هذه صعبة حتى على أي واحد تجي تقول له ده يفتخر أنه ده ينطي مبلغ. هذا اليوم نحن طالبين منك سيادة، راح أخولش تحديد المبلغ وأخول أسرة البرنامج وأنا مستعد. هذا اليوم أنا أريد أخذ منك 8,600,000 راتب شهر واحد للفقرة والمحتاجين، البرنامج طيبة أهلنا. إيه خلاص، هذا بعد البرنامج أعطيكم سكب هذا المبلغ وتقدرون توزعوا للفقرة. شكرا جزيلا لك سيادة النائب. هذا اليوم النائب الرجل العراقي بعيدا عن منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان وبعيدا عن النائب عن القائمة العراقية، رجل عراقي سليم الجبوري اتبرع للناس الفقراء والمحتاجين بمبلغ 8,600,000 وهو راتب برلماني لشهر واحد، وأكيد هذا المبلغ راح يروح للفقراء والمحتاجين من خلال برنامج طيبة أهلنا. ونتمنى أنه كل السياسيين والبرلمانيين أنه يحضرون برنامج طيبة أهلنا ويتبرعون للناس الطيبين الفقراء المحتاجين، يعني لازم يكون تكافل اجتماعي، لازم تتوحد الجهود حتى نساعد الناس الفقراء والمحتاجين. هذا المبلغ ما راح يحل مشكلة، لكن راح يساعد به من عوائل تحتاج المساعدة. وأكيد هذا اليوم أوجه لك الشكر والتقدير على هذا المبلغ. هذا اليوم كنت رجل عراقي
يحس بمعاناة الشعب والفقراء والمحتاجين. شكراً لك وإلى قدومك إلى برنامج طيبة أهلنا. شكراً شكراً لكم ومباركين على هذا البرنامج. الله يخليك. شكراً. هذا اليوم حضرت إلى الاستديو دنيا الجنابي من الموصل، حصلت على منحة 1.5 مليون دينار من برنامج طيبة أهلنا. أهلا وسهلا بيك. أريد أعرف شنو ظروفك بالضبط؟ والله أنا بسوي هذه الظروف، يعني اتطلقت مطلقة وعندي طفل، يعني أبوه ما يسأل عني نهائيا، والطفل عمره 8 سنين، كنت حامل بيه واتطلقت، فيعني ما عندي، يعني ما عندي أحد، أنا ويا أمي، وأمي هي أصلا يعني عاجزة مقعدة، فما عندنا لا راتب لا عندنا شيء. حتى من رحت على داسوي راتب مال مطلقة قالوا إلا يعني بفلوس، وأنا ما عندي بصراحة، كل شيء ما عندي، يعني كل شيء ما عندي، أنا أصلاً قاعدة ويا أمي. أتمنى أنه يسمع صوتك المسؤولين يكون لك راتب من الرعاية الاجتماعية. كل شيء ما لي، حتى سويتها مال مهاجرة، أنا بسبب هذه الظروف يعني تهجرت وسويت هوية مال مهجرين، وكل ما أراجع يقولون لي ما تستحقين ما تستحقين ما تستحقين، حتى قطعة القاع يقولون ما تستحقين لا المطلقة ولا الأرملة، يعني ليش ما أعرف، يعني من اللي يستحق إذا إحنا ما نستحق. إن شاء الله إن شاء الله يسمع صوتك المسؤول من خلال برنامج طيبة أهلنا، إن شاء الله نشوف ليش موضوع الراتب إن شاء الله. قالوا لي على أساس تكون مال المهجرين، رفضت وأتمثل بيهم، يقولوا لي ما تستحقين، لا أنا ما أستحق، لا من يستحق. راح نشوف لك الراتب وراح نشوف ليش موضوع الهجرة والمهجرين، إن شاء الله نساعدك. أول ما أجيت أعطوني 1 مليون، وبعدين ورا سنتين طوني 1.5 مليون. زين أنا شو سوي بي وأنا عندي طفل، شو سوي بي؟ ما أرد أفرح بابني، ما أرد أشوف، والله أبسط الأشياء ما أقدر أجيبها، والله العظيم عيد الله أكبر ما قدرت أجيب ليش هي فرحة بي. إن شاء الله إن شاء الله برنامجنا يساعدكم إن شاء الله. ما تقصرون والله العظيم ما تقصرون، رحم الله والديكم. بس أنا يعني إذا أنا عراقية وما إلي مكان هنا وين أروح؟ خلي يقولون ما أريدكم. إذا أنا ما أريد شيء، أنا الحمد لله والشكر أنا انتهيت، بس هذا الطفل، هذا الطفل وين يروح؟ إن شاء الله وإن شاء الله يكون لك راتب من الرعاية الاجتماعية، وأيضا يكون لك سكن أنت والدتك. هذا اليوم حصلتي على منحة 1.5 مليون دينار من برنامج طيبة أهلنا، هاي الفلوس، وإن شاء الله دائما يتواصل برنامجنا مع الناس الفقراء والمحتاجين. والله ما تقصرون، رحم الله والديكم، وإحنا والله يعني ما أعرف شو أحكي لك على يعني على طيبتكم وذوقكم وحسن أخلاقكم وتعاملكم وياي، يعني رحم الله والديك، أشكرك، ما تقصرون. شكرا جزيلا لك. شكرا. هذا اليوم أيضا حضرت المواطنة دموع إلى استديو طيبة أهلنا، ومثل ما عودكم برنامجنا مساعدة العوائل الفقراء والمحتاجة، اللي محتاج المعونة المالية يتصل بينا على التليفون الموجود أسفل الشاشة. أهلا وسهلا بيك في برنامجنا طيبة أهلنا. هذا اليوم حضرتي، أريد أعرف شنو ظروفك؟ أنا ظروفي إحنا مهاجرين من الموصل، قعدنا ببغداد تجاوز، وهسه قاعدة أنا ببيت أختي ومطيتني غرفة، رجلي عمالي وعقب شغل يوم كنت أصلك بالبرنامج. هذا اليوم إليك منحة مالية من برنامج طيبة أهلنا، هذه المبلغ مالي إليك، وإن شاء الله دائما نتواصل فيك وياك ويا كل الفقراء والمحتاجين. الله يسلمك، شكرا قلبي، شكرا في قناة الرشيد، والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. ومن ضمن الناس اللي اتصلوا بينا هو السيد إسماعيل، هو رجل مريض والآن يرقد بالمستشفى. حضرت بنته إلى الاستديو طيبة أهلنا حتى تستلم المعونة المالية من برنامج طيبة أهلنا. أهلا وسهلا بيك رسل في برنامج طيبة أهلنا. أريد أعرف شنو حالة والدك؟ أنا عرفت اليوم نام بالمستشفى دخل بصمام وقلبه، يعني فد مرة حالته. إحنا بنات اثنين، بنات أرامل، أنا أرملة وأختي، وقعدنا فد مرة حالتنا، وأنا رجلي ميت وعندي ولد من عنده،
وابوي حالته يعني ما يقدر، حتى ايجارنا 500 والمولده فما نقدر، يعني هو معين واحد شي يصير، بس هو وقع وراح ما عندنا اي شيء مساعده له. ما عندك راتب وعايشتي معي؟ لا والله ما عندي لحد الان. اختك ما عندها راتب؟ لا. ان شاء الله نساعدكم بهذا الموضوع، باي معونه ماليه لك ولوالدك. مشكور. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. هذا اليوم ايضا حضر الى الاستديو ابو احمد، ابو احمد رجل مريض وايضا يحتاج الى المعونه الماليه. اهلا وسهلا بك ابو احمد. يا اهلا وسهلا بك. اريد اعرف شنو ظروفك. والله اني اصبت بجلطه بالقلب 16/7/2009، بعدين سووا لي عمليه قسطره بابن البيطار، هي زرع شبكه وبالون، واموري تعبانه جدا يعني ماكو ما اقدر على العمل، ورجل متقاعد ظروفي كلش يعني، فأرجو العناية بي من الدولة، هي رعاية العناية ومن جنابكم الكريم يعني، لأن شفنا البرنامج، برنامج طيبة أهلنا، وفعلا ذكرنا بطيبة أهلنا القدامى يعني. إن شاء الله، إن شاء الله يبقى طيبة أهلنا يساعد كل الناس العراقيين المحتاجين، وأكيد هذا راح يكون البرنامج هو بيت لكل العراقيين يعني، أيضا نحن من خلال برنامجنا طيبة أهلنا نتمنى أنه كل الناس أنه يساعدون العوائل الفقرة المحتاجة المريضة. خلي نسوي تكافل اجتماعي، خلي يكون هذا البرنامج منطلق لمساعدة الفقرة والمحتاجين والمرضى، خلي يكون للسياسي وللبرلماني رجال الأعمال، حكومتنا، برلماننا، مؤسساتنا، أيضا الناس الأثرياء اللي موجودين ببلدنا خارج بلدنا، ساعدون الفقراء والمحتاجين من خلال هذا البرنامج، يكون أكو تكافل، إن شاء الله يصل صوتنا إلهم وما يقصرون ويا أهلهم اللي يحتاجوهم. هذا اليوم سعيدة أنه تحضر إلى استديو طيبة أهلنا، هذا مبلغ مالي من برنامج طيبة أهلنا، وإن شاء الله نساعدك وراح ناخذ تقاريرك أو أنت بعثها تقدر على إيميل البرنامج اللي موجود أسفل الشاشة، حتى تبعث وياه جواز سفرك وجواز سفر المرافق وياك، وإن شاء الله تحصل على منحة علاج في ألمانيا أو في كندا أو في أمريكا إن شاء الله. أنا أشكرك وأشكر معد ومقدم البرنامج، وشفت منه كل المصداقية البرنامج. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، تواصلوا معنا من أجل تقديم العون لجميع المرضى والمحتاجين، وابعثوا حالاتكم وتقاريركم الطبية على إيميل البرنامج حتى تأخذ حقها من الاهتمام ونحقق لأصحابها ما يتمنون له للعلاج في أفضل مستشفيات العالم، أو تقديم المعونة المالية للمحتاجين منهم، فاتصلوا بنا على التليفون الموجود أسفل الشاشة وتواصلوا معنا. ونود هنا أن نعلن أن المرضى الذين ظهرت أسماءهم للعلاج في أفضل مستشفيات العالم هذا اليوم هم 15 مريض، سنتصل بهم لنؤمن لهم مبلغ السفر اللي هو 10,000 دولار وأوراق العلاج. في الختام يقول تودوروف: نحن سعداء لأننا نحب، ونحب لأننا لا نوجد من دون حب، فسعادتنا تتوقف على إسعاد الآخرين، ونحن معكم، محبتنا كلها لكم، لن ننسى أحدا من أهلنا، ونحن نفتح أبواب الأمل. وإلى حكاية وجع جديدة تحكيها لكم هيفاء الحسيني، إلى اللقاء. مثل طيبة أهلنا ماك وبالكون، إذا سائل أمور ينطونا العيون. مثل طيبة أهلنا ماك وبالكون، إذا سائل أمور ينطونا العيون. تمسح كل دمع الساق لو فقري بتشون، يموت من القهر لو
في